عندي سؤال ثاني يا شيخ. انا ما صدقنا خلصنا. ماشي اتفضلي. انا بفضل الله منتقده يعني بحاول على قد ما اقدر ما بينش عيني من الاخرى، ولكن غصب عني اللي هي المسافه بين العينين اللي هي في الانف دي غصب عني بتبان، ففي حدث يا شيخ توخرت؟ لا لا ما فيش مشكله ان شاء الله. تمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا بسفيان.